هو بصمية هو كماشة ياذية هو صغير باهرها يوم فاسنبوك طواشة من بدنها لو تضمرها بينها والراس مرياشة حلو مقدمها ومؤخرها لو يطول الريس من واشة والهجيرة ما تغيرها ترضي الجمهور طماشة والإذاعة اللي تباشرها يسلم بو منصور ظافر بن مسعود الأحبابي على هذه الأبيات الجميلة. حفلنا الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء مستمرين في هذه التغطية الإعلامية من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن شوطنا اللي قبل الأخير الشوط 19 يتحرك ونحن أيضا نتحرك لنراقب ونتابع أيضا هذه الأسماء هذه الشعارات المندفعة. وعد علي بن سعيد بن سالم العويسي حضر في هذا اليوم في يوم لا ناشد ولا منشود. نعم اطلعت سرعة إلى المقدمة والمركز الثاني شعار بن حزيم راعي عجوبة سالم بن محمد بن حزيم الفلاسي. أما المركز الثالث تأتينا أقول مخيفة للصير بن فايل بن سعيد الزرعي. أما المركز الرابع هذا الشعار القادم على ظهر ثمينة حمد بن سعيد بن حب العامري. ومن الجانب الآخر أرى أيضا شعار على ظهر السارية حمد بن راد بن ناصر الجبر النعيمي. وتتواجد أيضا عندنا الشاهينية علي بن سعيد بن سبيع لوهيبي. والمركز السادس تقترب اللي هي العبور علي بن حمد بن محمد بن طفله المري. يا مرحب الساع وعاد هذا الشعار نرحب اجمل ترحيب في هذا الميدان في ميدان الهباب. طيب ناخذ المركز السابع والخامس الان تقترب اللي هي جميله محمد بن راشد بالطبيعه وبين قوسين وتحت 12000 خط. هذه المركز الثامن شعار سالم بن محمد بالطبيعه يتقدم وشعار ايضا قادم على ظهر عجوبه سالم بن محمد بن حزيم الفلاسي. وفي اسم ايضا مادع عنابه شعار مذيار شعار سعيد بن سيل بن دليوي على ظهر مذيار. والمركز العاشر وعد علي بن سعيد بن سالم العويسي. وعندنا ايضا هذه اللي طلعت مخيفه صغير بن فايل بن سعيد الزرعي بن دليوي مع مذيار بالمركز الثاني. والمركز الثالث القادمه ايضا اللي هي الساريه وحمد بن ناصر الجبر النعيمي مع المركز الثالث. وبالطبيعه بالمركز الرابع يقدم لنا اللي هي جميله محمد بن راشد بالطبيعه. اما المركز الخامس تقترب الشاهنية علي بن سعيد الوهيبي وبن حزيم ايضا يتقدم مع عجوبه سالم بن حزيم الفلاسي. وسالم بن محمد بطبيعه يدفع ايضا مكحوله ومطار بن عبيد بن محمد بطبيعه. هذه الاسماء مشاهدينا متابعينا الاعزاء. وبدت ايضا الشعارات تقترب من بعضها البعض في موقع واحد ونحن غادرنا لوحه الكيلو المتر الاخير والناموس يتجول بين هذه الاسماء. بن حزيم يلا يا بن حزيم احزم وشد واعزم نعم حزم وعزم. ولكن والله هذه اللي قلت لكم تذكرون عند كيلو 2 قلت لكم بين قوسين وقلت حتى 12000 خط يعني همز ولمز وخبر وحذر وخبرت وقلت ان هذه نعم الان طلعت الى المقدمه بشعار محمد بن راشد بطبيعه راعي جميله. ولكن يا المسافري يوه يا السبوسي الله 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 وها راعي اليازي سيف بن عيلان بن كراز السبوسي. ومن الجانب الاخر سالم بن جاسم الخيبه المسافري ياهي معركه شماليه جنوبيه ياهي معركه فريد وشاهين ومعركه والثالث القدوم من قبل شان شادن محمد بن عمران بن خليفه الشامسي راعي الشادر اوب 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 الله 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 29 هذه اللي هي الشاهينيه علي بن سعيد بن سبيع لوهيبي سلام يا لوهيبي سلام يا راعي الشاهينيه. تهانينا لعلي بن سعيد لوهيبي المركز الثاني. فهناك الدانه سالم بن شاسم المسافر المركز الثالث الشامسي
اللي هي شادي محمد عرابي خليفه الشامسي، والمركز الرابع المركز الرابع الجازي سهيل بن عيلان بن كراس السبوسي، والمركز الخامس المرخان. تهانينا والناموس. والتوقيت كم؟ 45 4 دقائق 45 ثانية. تهانينا والناموس.